حددت أمارة منطقة مكة المكرمة أخيرا بفرض عقوبات صارمة ضد حملات الحج الوهمية التي تتسبب بإفراز ظواهر سلبية عن الحج بما لا يتفق مع أهمية هذا الحدث والخدمات الحكومية المسخرة لها، خصوصا بعد رصدها مكاتب وهمية لهذا الغرض، منبهة في الوقت ذاته إلى وجود جولات رقابية مكثفة في المناطق كافة للتأكد من تراخيص حملات الحجاج، في حين أعلنت وزارة الحج أمس تلقيها أكثر من 3700 بلاغ ضد حملات غير مرخصة وجاري التعامل معها في طبعا وفق الأنظمة في هذا الشأن. والحقيقة الحديث عن هذا الموضوع يسرني أرحب معي بوكيل أمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري الذي سيكون معي هاتفيا، وأيضا المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية الأستاذ زياد فارسي. دكتور عبد العزيز مساك الله بالخير، أهلا وسهلا فيك فيها هلا. كيف يمكن للمواطنين التأكد من صدقية الحملة ونظاميتها، وما هي الآليات السريعة للبلاغات ومعالجتها؟ أولا الترحيب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا بخدمة ضيوف بيت الحرام. النقطة أشرت لها هي تنظيم على مستوى الدولة وليس على مستوى منطقة مكة المكرمة، وأنا أتكلم هنا لما أقول الدولة عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغيره من القطاعات الأخرى المعنية بهذا الأمر، وبتوجيه من سمو ولي العهد وزير الداخلية لجميع إمارات المناطق ووزارة الحج وهيئة الرقابة والتحقيق، أن كل الأجهزة المعنية تركز على هذا الأمر لظهوره الحقيقة كأحد السلبيات التي تم رصدها خلال مواسم الحج الماضية، ووجود من يحاول أن يوهم بعض الحجاج بأنه يملك شركات الحج، ويحاول من خلال هذه الشركات الوهمية أن يعطيهم تصاريح أيضا الحقيقة مغلوط فيها. وبالمناسبة هذه الظاهرة تنتشر أكثر وللأسف بين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وبناء عليها ونتيجة ما تم رصده خلال السنوات الماضية وما تسببه هذه الحملات الوهمية من ظلم واعتداء، وأنا أقدر أقول لك أنها تصل لمستوى جريمة في حق الحجاج، بدأت الحقيقة حكومة خان الحرمين الشريفين تركز عليها بشكل وصدرت توجيهات صارمة بأنه يجب عدم التعاون في هذا الأمر، وأنشأت وزارة الحج مركز لتلقي البلاغات حتى يتم الحقيقة ضبط هذه المخالفات والقضاء عليها. نعم، طب دكتور عبد العزيز، يعني من هي الجهات التي تشترك في ملاحقة الحملات الوهمية، وما هي آلية التنسيق والعمل للحد من هذه المشكلة؟ نعم، طبعا التي هي في وزارة الحج مرتبط أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في كل الحقيقة مهمتنا قبل الحج فترة الرصد والتحري ودخول داخل المجتمعات التي ممكن تنتشر بينهم هذه الظاهرة، للحقيقة زي ما يسمون الأخوان بالأمن ضربة استباقية للحد من هذه الظاهرة. ثم مع إدراكنا لهذا الأمر بدأت وزارة الحج تعلن عن الشركات المعتمدة، شركة الحجاج الداخل المعتمدة من خلال الصحافة ومن خلال موقع الإنترنت ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الإعلام المجتمعية أيضا مركز لاستقبال الشكاوي. وهذا الحقيقة يمكن وفرصة طيبة أخويالي أنه نقول للأخوان سواء المواطنين أو المقيمين في المملكة أنه يجب أن يعودوا إلى المصدر السليم لأخذ المعلومة السليمة وهو مركز المعلومات في وزارة الحج. نعم، طيب دكتور عبد العزيز، أخيرا سؤال أخير على وزارة الحج تحديدا. وزارة الحج تلمح إلى أن خدماتها تقتصر على العدد المسموح به وفق الخطة على ألا يتجاوز 2 مليون حاج من خارج المملكة، إلا أن التقارير الصحفية وفقا للتجارب السابقة تكشف عن وجود ما يقارب 1 مليون حاج ما بين متسلل أو مخالف أو من متخلفي العمرة. كيف تقرأ هذه الأرقام، وهل هي فعلا أرقام دقيقة أم لا؟ خليني أقول لك ليست التقارير الصحفية هي من قال أن هنالك مخالفين للحج، هي الأجهزة المعنية. ولعلك مع يعني لاحظت من 4 سنوات وإحنا بدينا حملة اسمها الحج وعبادة وسلوك حضاري، أول نقطة ركزنا عليها في الحملة هو التحذير من الحج بدون تصريح،
ودرسنا هذا الأمر بعناية ووجدنا فعلا أن أعداد كبيرة جدا تدخل للمشاعر المقدسة بوسائل مختلفة دون أن تكون الجهات المعنية بتقديم الخدمات والمرافق والإسكان والنقل قادرة على استيعابهم لأسباب عديدة من أهمها الطاقة الاستيعابية سواء للمطاف أو للمسعى حتى مع التوسعة الجديدة أو للمشعر منى وبالذات الطاقة الاستيعابية. هو الحقيقة بناء على هذا الأمر تم دراسة هذه الظاهرة وجدنا أنه أحد الأسباب الرئيسية للحجاج الغير نظاميين هو استخدام المركبات الصغيرة لسهولة التحرك داخل الجبال وفي الأودية، وصدر توجيه خادم الحرمين الشريفين من حج عام 30 بمنع المركبات أقل من 25 راكب، واعتمدت فعلا وزملائنا في الأمن العام من خلال الإدارة العامة للمرور ومختلف القطاعات الأمنية نفذت هذا الأمر، وصدر توجيه خادم الحرمين الشريفين واعتماد سمو ولي العهد وزير الداخلية لعقوبات صارمة على من يتسلل بالسيارات لحجاج غير نظاميين، وبناء عليه منع العام الماضي أكثر من 57 ألف مركبة من الدخول للمشاعر. هذه الحقيقة حدت إلى حد كبير جدا الآن من خلال الرصد سواء المباشر أو الإحصاء السكاني لمصلحة الإحصاءات العامة حصرها للحجاج بدأنا نلاحظ الانخفاض في العدد، لكن ما زال في الحقيقة نوع من التهاون من بعض الحقيقة الأخوان اللي يقومون بتهريب الحجاج، وبطمنك وطمن الإخوة والأخوات المشاهدين انطلاقا الحقيقة من حرصنا جميعا على أن تقدم أفضل الخدمات للحجاج هو أن هنالك عقوبات رادعة سيتم بإذن الله سبحانه وتعالى تطبيقها على كل من سيضبط مخالف سواء ناقل أو حاج بدون تصريح. ولعلنا الحقيقة استمعنا إلى ما أوضح سماحة المفتي والكثير من العلماء الأفاضل حول عدم جواز هذه المخالفة والإساءة الحقيقة اللي سببوها للحجاج القادمين. ولعل أخي علي هنا يعني أختم بهالملاحظة أنه أنا أتمنى من الجميع من يسمعني الآن وأنا أشكرك على طرح هذا الموضوع أنه يجب أن نلاحظ أنه هذا التصرف المسيء هو ليس الحقيقة إساءة فردية، هي إساءة للفرد نفسه، هو شخصيا يسيء لنفسه ثم يسيء لكل حاج ثم يسيء لسمعة المملكة ثم يسيء لهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج، لأنه كل كاميرات الدنيا تنقل اليوم، كل القنوات الفضائية تنقل، كل وسائل الاتصال تنقل، هنالك العين الحاقدة التي تبحث عن أي خلل حتى تبرزه. عندما يكون هذا الحاج المخالف يسعى إلى أن يسيء للحج فهو بهذه الطريقة يسيء لهذه الشعيرة العظيمة ويسيء للإسلام. وبالمناسبة أيضا من كانت بعض الملاحظات اللي رصدت تفجر وتذمر بعض الحجاج من ارتفاع تكاليف حجاج الداخل مقارنة بحجاج الخارج، كما نعرف حجاج الخارج لها عملية ضابطتها شوية فالتكاليف منخفضة كثير، حجاج الداخل كان في شكوى وبناء عليه صدر توجيه سمو ولي العهد وزير الداخلية بأن تقوم وزارة الحج بدراسة تكاليف حجاج الداخل، وفعلا العام الماضي طبقت تجربة مع 30 شركة بتخفيض تكاليف الحج، والسنة هذه وزارة الحج توسعت في هذا الأمر وأعطت مساحة أوسع للحجاج، لكن سنبقى دائما محكومين بالطاقة الاستيعابية للمشاعر. أمامكم عمل طويل دكتور عبد العزيز، شكرا لك دكتور عبد العزيز الخضيري وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة على حضورك في يا هلا، نتمنى لكم التوفيق. أعود الحقيقة إلى ضيفي في استوديوهاتنا في جدة هو المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية الأستاذ زياد فارسي. أستاذ زياد أهلا وسهلا بك، يعني بسألك شوي سؤال يعني فيه يعني توطئة، يمكن ودي أعرف ما هي أبجديات نظام الحج المخفض من ناحية الأسعار والخدمات اللي أنهى الحديث فيه الدكتور عبد العزيز، وإلى أي مدى تعتقد أنها ناجحة خصوصا أن عدد الشركات التي تطبق هذا البرنامج لا تتجاوز 20 شركة، وصحح لي إذا كنت مخطئ. أيوة، أولا بسم الله تحياتي لكم والأخوة المشاهدين في هذا البرنامج. الحقيقة موضوع حجاج الداخل وشركات حجاج الداخل موضوع يعني يطرح كل سنة بطريقة مفصلة، وهذه فرصة الحقيقة أن احنا نوضح للأخوان المشاهدين آلية عمل هذه الشركات. طبعا تجربة الحج المخفض يعني أقرت من مقام الأمارة من حوالي 3-4 سنين وكانت تجربة ناجحة الحقيقة. هو في الواقع عدد الشركات اللي بتقوم بها تجربة هي حوالي 30 شركة، بتتراوح أسعار الخدمات فيها من 1800-1900 ريال إلى 3500 ريال.
بالإضافة إلى أنها يعني بتعطى عشان تشجيعا لهذه التجربة بتعطى مميزات لا تعطى شركات حج داخل غير يعني مثلها من 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 حيث المساحة، من حيث بعض في 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 منى والمساحة في عرفات زيادة شوية، لكن استيل الواقع بيقول إنه يعني تكاليف الحج الحقيقة هي مقارنة بين الخدمة، نوع الخدمة والسعر. كل ما كانت الخدمة يعني محدودة السعر حيكون قليل، كل ما طلب المواطن أو المقيم خدمة أعلى السعر بيكون أعلى. فهي تجربة الحج المخفض هي خدمات معقولة بتقدم، ليست خدمات كبيرة، ولكن المواطن والمقيم بيؤدي النسك اللي هو الحج بيسر سهولة في أقل قدر من الخدمات المقدمة له. زي ما تعرف الحقيقة يعني الأسعار في السنة الماضية بالنسبة لقيمات الإعاشة، خدمات الفندقة والتذاكر والطيران والخيام في منى كلها في زيادة. فهذا هو، وطبعا يعني من أهم الأشياء اللي بيرفع قيمة خدمات الأسعار حجاج الداخل زي نحن ما بنناقشها في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هي أنه في طلبات متزايدة على خدمات معينة، فكل ما كانت الخدمة أكثر كل ما كانت السعر بيكون أكثر. بس أنا أحب أوضح وأستكمل حديث ساعات الدكتور عبد العزيز أنه في موضوع الشركات الوهمية. الحقيقة أنا قلت في لقاء سابق معكم يا أخ علي من حوالي أسبوعين ثلاثة أنه هي مشكلة ولكن ليست ظاهرة، لكن نحن ممكن القضاء عليها نهائيا. نحن ما نقدر نحط كل شيء على الدولة، يعني الدولة الممثلة في وزارة الحج والهيئات الإشرافية والرقابية اللي بتقوم بجميع الحملات التفتيشية قبل وأثناء وبعد انتهاء الموسم بتقوم بدور كبير جدا، لكن نحن نبغى دعم ومعونة ومساعدة المواطن والمقيم الذي يرغب في أداء هذه الشريعة. يعني هو لو بده حب أنه هو يحج هذه السنة أقل شيء زي ما قال الدكتور عبد العزيز يأخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها ويشوف إيش هي الشركات المرخص لها، إيش هي الشركات اللي تصاريحها سارية، إيش الشركات اللي هي ما عليها ملاحظات في السنوات القادمة ويقدم لها. في هذه الحالة إحنا بنمنع المشكلة قبل أن تحدث، ووقتها ما حيكون هناك أي مجال لأي متلاعب ولا أي شخص أو أشخاص أو شركات أنه هي تمارس هذه الجريمة الحقيقة بأنها تمثل أنه هي عندها تصاريح وهي ما عندها تصاريح. فنحن نبغى المواطن والمقيم يقوم بشوية بحث بسيطة جدا قبل ما يقدم على التسجيل لدى أي شركة. نعم. طيب أنا ودي أسأل يعني برأيك لماذا يعني يتم استبدال التسجيل اليدوي في الحملات إلى تسجيل إلكتروني من خلال موقع رسمي معترف به؟ لا ترى أنه سيحد من فوضى الحملات الوهمية؟ والله الحقيقة كلام جميل جدا. نحن الحقيقة من بدء تشكيل اللجنة الوطنية للحج والعمرة من حوالي تقريبا سنة الزمان الآن، إحنا هناك أفكار كثيرة وأفكار متعددة بنبحثها مع المسؤولين في وزارة الحج، بنبحثها مع الجهات المعنية بأمور حجاج الداخل بالذات، لأنه تعرف في أشياء يعني في 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 بعض الأفكار والمقترحات بتحدها بعض العوامل الأخرى اللي ما نقدر نتكلم فيها غير مع الجهات المسؤولة، لكن هي أفكار كثيرة ممكن تكون يعني هذه الفكرة وأفكار غيرها كثيرة ممكن إن إحنا يعني نفعلها ونتراقى فيها مع المسؤولين في وزارة الحج لتسهيل على المواطنين للتسجيل والتسهيل عليهم لمعرفة الشركات الصحيحة والمرخص لها من الشركات الوهمية. نعم. شكرا للمتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية الأستاذ زياد فارسي، وأيضا شكرا لوكيل أمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضير الذي كان معي في بداية القضية هاتفيا. أشكركم أنتم وألقاكم.